لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس على غير التقوى لا نقوم فيه. ولهذا أهل الخليج لابد تنبه على الخليج، أي إنسان يريد يبني مسجد قبل أن يبني المسجد في السودان لابد من الاتفاق على ماذا؟ على لجنة المسجد، من يؤم المسجد، من يصلي في الناس، لابد يقام فيه التوحيد، لأنه ممكن يبني بعض الناس مسجد ضرار، صح؟ والله صدق يبني المساجد ثم يأتي يتسلط عليها أهل البدع. لا، أنت مسؤول أمام الله، عندما تبني مسجد لابد تشرف على المسجد بعد البناء أهم من قبل البناء. طيب، مهم جدا، أي إنسان يريد ابن مسجد، قل تريد تبني مسجد ضرار، ابن المسجد واتركه. تريد تبني مسجد تتعهد هذا المسجد ما حيك. طيب، نعم.